مرحبا يا أطفال، اليوم رح نتعلم الأرقام من خلال السلم. بالبداية رح أرتب الأرقام من 1 إلى 10. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، ورقم 10. بعدين بدي أضع الشبر في المكان الصحيح. 1 1 2 3 4. واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية.
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. مع السلامة يا أطفال.